شهداؤنا رمز كرامتنا، شهداؤنا مصدر وجودنا وفخرنا ونضالنا المستمر. نبارك هذا اليوم العظيم يوم 18 أيار على جميع أوائل الشهداء وشعبنا التي روت بترابها بدماء الشهداء النغية. ونبارك لأهالي الشهداء وزوجاتهم وأبنائهم، أيد الشهداء الذين ضحوا بأرواحهم من أجل أراضي أرض الوطن. جميع الحضور والضيوف والعوائل الشهداء، أمهات الشهداء وآباء الشهداء، زوجات الشهداء، أخوة وأخوات الشهداء، رئيس مجلس إدارة مناطق الشهباء، نرحب بكم في هذه المناسبة المباركة والعظيمة، افتتاح مجلس عوائل الشهداء لمناطق الشهباء. قبل كل شيء ننحني إجلالا وإكبارا أمام أرواح شهدائنا الأبرار الذين رووا بدمائهم الطاهرة أروع ملاحم البطولية. عفرين، بداية بمناسبة عيد الشهداء نقدم تحية تملأها الفخر والاحترام لكل قطرة دم شهيد سقت نخيل الوطن فارتفع شامخا، وكل روح شهيد كسرت قيود الطواغيت ونادى بإخوة الشعوب. هلهلي يا أماه وزغردي بدمي ترابك يا شهباء أفتدي، كيف لا وقد لاقيت بصدري رصاص الباغي المعتدي، مقبل غير مدبر مترفعا عن كل سوء والفعل الردي. عز الوطن برجاله بشهداء وابطاله، وحياة تراب من قالوا الله واحد وانا وحدي وانتو مين في العز العلي رايتك يا جبهة الأكرام.